بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدني طلبتنا الأعزاء أن أكون معكم في هذه الحصة الثانية من وحدة مادة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية المتعلقة بالسداسي الأول المجموعة F، وسنتطرق في هذه الحصة بحول الله تعالى وقوته، وسنستعرض من خلال الفصل الأول والمتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث سنتطرق للمحور الأول من هذا الفصل والذي يخص التعريف بالشريعة الإسلامية والتعرف على خصائصها وكذلك على أهميتها في الدراسات القانونية بوجه عام. ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية في نظركم طلبتنا الأعزاء؟ بالنسبة للمبدأ، يطلق هذا يعني المبدأ كمبدأ على بعض يعني القواعد الراسخة والثابتة في أي علم من العلوم. هذا هو المبدأ، يعني يطلق على كل القواعد الثابتة يعني في جميع العلوم، سواء تعلق الأمر بالعلوم الحقة أو بالعلوم النسبية كالعلوم الإنسانية بصفة عامة. ويدخل ضمن يعني المبادئ كل ما يتعلق بتعريف تلك المادة وذكر خصائصها وتمييزها عن ما يمكن أن يختلط بها من مصطلحات ومرادفات إلى غير ذلك. ولذلك فإننا في هذه الحصة سنتعرف على يعني مصطلح الشريعة الإسلامية، ماذا نقصد به لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك سنتعرف على خصائص الشريعة الإسلامية، وهي يعني خصائص متعددة وكثيرة يعني شرحها علماء الفقه والشريعة، وكذلك أحاطوا بها يعني إحاطة كبيرة وأعطوها من الاهتمام ما جعلها يعني تحظى بالأولوية في الدراسة والبحث وكذلك الرسوخ في المعرفة. ففيما يتعلق بتعريف الشريعة الإسلامية، فلفظ الشريعة في مدلولها اللغوي يعني لها عدة معاني، ويكاد الشراح يتفقون على اثنين منها. يعني هناك عدة معاني للفظ الشريعة. ماذا نقصد بالشريعة؟ الشريعة في مدلولها اللغوي لها عدة معاني، ليس معنى واحدا. ويعني يمكن أن نقول بأن شراح علم الشريعة يعني أعطوها يعني واتفقوا على معنيين أساسيين. المعنى الأول وهو أن الشريعة تعني مورد الماء، ومنه يعني يقال المثل العربي أهون السقي التشريع. ماذا نقصد بذلك؟ نقصد أن الشريعة يعني مثل يعني ذلك الخط الذي ينقشه الفلاح في مزرعته، والذي يعني تسير فيه المياه لسقي الحقل برمته، وكذلك يعني المورد الذي يعني يسقي منه الفلاح بهائمه وغير ذلك. والمعنى الثاني فيطلق على أن الشريعة هي الطريق الواضح المستقيم. يعني بعض اللغويين والفقهاء في الشريعة الإسلامية قالوا بأن الشريعة هي الطريق الواضح المستقيم. ما معنى ذلك؟ معنى أن الشريعة هي مثل ذلك الطريق الذي يسير فيه الشخص يعني ويكون مآله واضحا ولا يخشى فيه ولا يخاف من المسير فيه، وهو واضح
ومستقيم ولا يعني يشوبه أي مخاطر في أثناء السير في هذا الطريق. ومنه قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي أنك يا بني آدم أنت على طريق مستقيم وواضح وعلى شريعة واضحة، فما عليك سوى أن تتبعها لتكون من المرضى عليهم، ويكون يعني وتكون إن شاء الله في جنات النعيم، أي على طريقة واضحة ومستقيمة. بمعنى الشريعة هي الطريق الواضح المستقيم الذي لا لبس فيه، و يعني والذي يسير فيه يكون عارفا لهذه الطريق، ويكون أيضا ولا يشعر بالخوف تماما من المسير في هذا الاتجاه. والشريعة تضمن ذلك لأنها طريق واضح ومستقيم. أما اصطلاحا فالفقهاء هنا اختلفوا، لكن هذا الاختلاف بطبيعة الحال فيه رحمة، وكذلك اختلاف ليس يعني اختلافا في الأصول، وإنما اختلافا في الشكليات فقط والمباني، يعني ليس هناك اختلاف فيها. فابن حزم رضي الله عنه عرفها بأنها كل ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الديانة، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله، والحكم منها للناسخ. ما معنى هذا؟ معنى أن اللفظ الشريعة أو الشريعة تعني كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى مما جاء في القرآن الكريم، وكذلك يعني في السنة النبوية الشريفة من أحاديث، وكذلك من آيات قرآنية كريمة، والتي يعني مصدرها الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد يعني أقوال مأثورة أو أعراف يعني تقال وتصاغ هنا أو هناك. فهي إذن شريعة منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وجاءت على ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله، والحكم منها للناسخ، أي الحكم منها للقرآن الكريم الذي نسخ كل الشرائع السابقة، وبقي هو كخاتم للأنبياء صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقيت الشريعة الإسلامية هي النافذة إلى يوم الدين. وتطلق الشريعة على الأحكام التي سنها الله لعباده، وهي بهذا تشمل جميع الشرائع السماوية التي نزلت للناس على أيدي أنبيائهم. ومع ذلك فإن الشريعة إذا أطلقت، يعني هذا ما قلناه، بأن الشريعة وإن كانت تطلق على الشرائع السماوية السابقة، فهي يعني ليس المقصود منها تلك الشرائع، ولكن الشريعة إذا أطلقت كان المراد بها شريعة الإسلام، كان المراد بها شريعة الإسلام التي نزلت على يد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها خاتمة الشرائع، ولأنها حوت من الشرائع السابقة أحسن ما فيها، أي أخذت من تلك الشرائع أجمل وأجود ما فيها، وزادت عليها من التشريعات ما جعلها، وزادت عليها، لم تكتفي فقط بما جاءت بها تلك الشرائع، ولكن زادت عليها من التشريعات ما جعلها شريعة كاملة صالحة للناس في كل زمان ومكان. وعلى هذا تعرف الشريعة الإسلامية بأنها مجموعة الأحكام التي سنها الله للناس جميعا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. هي مجموعة الأحكام التي سنها الله للناس جميعا، يعني للناس جميعا في جميع أنحاء العالم، مهما كانت ديانتهم ومهما كانت يعني أعراقهم وألوانهم، فهي
جاءت كرسالة للعالمين جميعا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. ويطلق لفظ الشريعة إطلاقا خاصا، ويطلق لفظ الشريعة إطلاقا خاصا، ويراد بها ويراد بها ويراد بهذا الإطلاق الخاص الأحكام العملية، أي الأحكام التي تنظم المعاملات بين الناس دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية، أي الأحكام العملية، يعني المقصود بها أي الأحكام التي تنظم المعاملات بين الناس دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. ووجه المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي للشريعة الإسلامية أن مدلول الطريق الواضح المستقيم ملحوظ في الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة مصدرها الله سبحانه وتعالى، وهي شريعة واضحة ومستقيمة لا زيغ فيها ولا انحراف. شريعة الإسلام هي شريعة مصدرها الخالق وليس المخلوق، وهي شريعة لها من الوضوح والاستقامة ما شهد به العالم، ثم أنه لا زيغ فيها ولا انحراف، كما أن مدلول مورد الماء ملحوظ أيضا في الشريعة، ذلك أنه لما كان الماء هو مصدر حياة الإنسان والحيوان والنبات، فإن الشريعة أيضا هي مصدر لحياة العباد ومنبع السعادة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. الآن سنتعرف على يعني تمييز الشريعة الإسلامية عن بعض المصطلحات التي يمكن أن تختلط بها من حيث المعنى والمبنى. أولا التمييز ما بين الشريعة والدين والملة، التمييز بين الشريعة والدين والملة. قال الراغب في تعريف الدين: والدين يقال للطاعة والجزاء واستعير للشريعة، والدين كالملة ولكن يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة. يعني هنا الدين يقال للطاعة والجزاء، ولكن يعني استعاره بعض الفقهاء ليقال أو ليطلق على الشريعة، والدين يعني مثله مثل الملة ولكن يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة. وقال في تعريف الملة: الملة كالدين، وهو اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله تعالى. يعني هنا يعني الدين والملة لهما نفس المعنى، لكن يطلق الدين للدلالة على الطاعة والجزاء، ويستعار للفظ ك يعني مرادف للشريعة، والدين أيضا كالملة لكن يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد. وقال في يعني وفي تعريف الملة: الملة أيضا مثلها مثل الدين، يعني لا تختلف عن الدين، وهو اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء من الأنبياء والرسل وعلى ما جاءهم من وحي. ويبدو من التعريفين أن الملة والدين في الاصطلاح لهما نفس المعنى ويوافقان معنى الشريعة، فهي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد وإن اختلفت الأسماء التي تحملها، فهي كلها أحكام من وضع إلهي، يعني هذه الأحكام هي مصدرها الإله والله سبحانه وتعالى، غير أنه بالنظر إلى معنى هذه الألفاظ من حيث اللغة فهي تختلف، فمن حيث إن الأحكام الإلهية تطاع وتجزى بها فهي دين، فمن حيث أن هذه الأحكام الإلهية تطاع ويجزى بها فهي دين، ومن حيث إنها تملى وتكتب فهي ملة، ومن حيث كونها طريق مستقيم وواضح فهي شريعة فهي شرع وشريعة. ثانيا التمييز بين الشريعة والشرائع السماوية السابقة. إن الشريعة الإسلامية هي من جنس شريعة الشرائع السماوية السابقة المنزلة، جاءت متفقة معها في مبدأ التوحيد وفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، لكن اختلفت معها في الفروع والكيفية التي تؤدى بها العبادة، وكذلك تنظيم المعاملات حسب ما تقتضيه المصلحة وتعاقب الأزمنة،
لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، صدق الله العظيم، وذلك في الآية 48 من سورة المائدة. وعموما فالشريعة الإسلامية يعني تختلف وتتميز عن الشرائع السماوية السابقة بما يلي: أولا، تصديقها وتأكيدها لما سبقها من شرائع سماوية، بمعنى أنها لم تكذب ما جاءت به الشرائع السماوية السابقة. ثم ثانيا، أنها جاءت لتصحح ما وقعت فيه هذه الشرائع من تحريف وزيغ عن مبادئ الشريعة التي جاءت بها. ثم ثالثا، تأسيسها لأحكام جديدة أو مكملة لما جاءت به الشرائع السماوية السابقة. أما فيما يتعلق بالتمييز ما بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، فيعني الفقه في اللغة هو له معنى يعني واضح، ولا يعدو أن يكون هو العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم، بمعنى أن الفقه هو الذي غلب على علم الدين، يعني علوم الدين كثيرة ومتعددة، لكن الفقه غلب عليها كلها، وذلك لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم، كما غلب النجم على الثريا، وذلك كما جاء في المحكم المحيط والمحيط الأعظم لابن سيده في الصفحة الرابعة من المادة 128. وعليه يطلق الفقه في اللغة على معنيين: معنى عام وهو مطلق العلم بالشيء والفهم في مختلف العلوم والمعارف، يعني هناك معنيين للفقه في اللغة: المعنى الأول وهو مطلق العلم بالشيء والفهم في مختلف العلوم والمعارف، فيقال فلان فقيه في اللغة وفقيه في القانون وفقيه في علوم الفيزياء وفقيه في علوم الأرض إلى غير ذلك. هذه يعني هذا كمعنى عام، يعني يطلق على جميع أنواع الفقه وليس محدودا في فقه معين، فجميع أنواع الفقه سواء كان في اللغة في النحو في القانون إلى غير ذلك فهو يعني معنى عام للفقه، لكن له معنى خاص، وهو أن الفقه غلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر العلوم. ويطلق الفقه بمعناه العام على الفقه الإسلامي، لماذا؟ لكون أن هذا الفقه يعتبر من أهم وأشرف وأفضل العلوم كافة. والملاحظ أن هذا المعنى للفقه هو السائد في العهود الأولى للإسلام، كونه يشمل الاعتقاد والأعمال والسلوك قبل أن يصبح فيما بعد له معنى خاص، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ويتبين من المقارنة بين الشريعة والفقه أن الأولى أوسع وأعم من معنى الفقه، والفقه جزء منها وهو أخص، ومع ذلك فقد جرى العرف في كليات الحقوق على إطلاق الشريعة على الفقه باعتبارهما مترادفين، وذلك بإطلاق العام ويراد به الخاص، وهو تعبير مجازي صائغ لغة، بمعنى أن الفقه والشريعة يعني من المتعارف عليه في بعض كليات الحقوق أو في جل كليات الحقوق أنه لهما لهما معنى واحدا. لماذا؟ لأنه يطلق العام ويقصد به الخاص، فيطلق الفقه ويقصد به الخاص وهو الشريعة، ويطلق الخاص ويراد به العام، فيطلق مثلا لفظ الشريعة ويراد به الفقه. إذن من الناحية اللغوية فيمكن أن نتحدث عن معنى مترادف. ثم بعد ذلك يجب أن نضع يعني بعض عوامل التمييز أو بعض الفوارق ما بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. والحقيقة أنه لا مجال لعقد أي مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. لماذا؟ لأن هذا مصدرها رباني والآخر مصدرها
يعني الإنسان وهو ليس يعني كامل الأوصاف، وإنما هو ناقص دائما، يبقى الإنسان هو مكمن النقصان، لأنه لا يقبل عقلا أن يسوى بين ما وضعه الخالق وبين ما صنعه المخلوق. لكن من أجل بيان عظمة الشريعة الإسلامية يمكن إبراز بعض الفوارق. أولا من حيث المصدر، فمصدر الشريعة الإسلامية هو الله سبحانه وتعالى الموصوف بكمال، بينما القانون الوضعي مصدره البشر والموصوف بالنقصان. قلنا بأن يعني من أجل يعني التمييز ما بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لابد وأن نذكر بعض الفوارق، وذلك من أجل أن نبين عظمة هذه الشريعة الإسلامية. فمن حيث المصدر لا يمكن أن نقارن ما بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية مصدرها الله سبحانه وتعالى الموصوف بالكمال، فهو خالق لهذا الكون وهو الذي وضع كل قوانين هذا الكون، بينما القانون الوضعي مصدره البشر والموصوف بالنقصان، والذي لا يستطيع أن يوحد حتى القواعد القانونية، وهي التي تختلف باختلاف الشعوب والملل. ومن حيث الموضوع، فالشريعة الإسلامية جاءت شاملة لجميع مجالات المرتبطة بحياة الإنسان دينا ودنيا. أما القانون الوضعي فلا يهتم بعلاقة الإنسان بخالقه، بل يقتصر فقط على تنظيم علاقة الفرد بباقي الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع. ماذا نقصد به هذا؟ نقصد بذلك أن الشريعة الإسلامية والقانون القانون الوضعي يختلفان أيضا من حيث موضوع كل واحد منهما. فالشريعة الإسلامية جاءت شاملة لجميع مناحي حياة الإنسان، فتنظم علاقته بربه، وتنظم علاقته بالمخلوقات، يعني بجميع المخلوقات، وكذلك ينظم علاقته بأخيه الإنسان. بينما القانون الوضعي فلا ينظم ولا يهتم بعلاقة الإنسان بخالقه، بل ينظم فقط العلاقات بين الفرد وباقي الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع. من حيث الغاية، بالإضافة لذلك، فمن حيث غاية كل واحد منهما، فغاية الشريعة الإسلامية أنها مزجت في تعاليمها بين الجانب الروحي والجانب المادي، ولذلك نجدها تنظم نوعين من سلوك الإنسان، سلوك داخلي وسلوك خارجي، خلافا للقانون الوضعي الذي يهتم وينظم فقط سلوك الأفراد الخارجي، ما يعتبر جرما دون أن يهتم بالسلوك الداخلي. بمعنى أن الشريعة الإسلامية موضوع أو غايتها عامة، ومقصدها ليس فقط الجانب المادي وسلوك الأفراد داخل المجتمع، ولكن أيضا سلوك الإنسان مع نفسه، بينما الغاية التي جاء من أجلها القانون الوضعي فقط يهتم بتنظيم سلوك الناس وكذلك السلوك الخارجي الذي يؤتى منهم، ولا يهتم بالجانب الروحاني والجانب الروحي للإنسان، وما إذا كان ذلك الإنسان يعني في طبعه وفي نفسه ميال للخير أم لا. ثم رابعا من حيث النطاق، فالشريعة الإسلامية من حيث النطاق نزلت من عند الله لكل الناس، إنها شريعة جاءت كرسالة للعالمين، فهي شريعة صالحة لكل زمان ومكان، ليست محددة في نطاق محدد، هي جاءت لكل الناس ولكل زمان ولكل مكان، بخلاف القانون الوضعي الذي يرتبط بزمان ومكان نشوئه وبالجماعة التي وضعت. فنجد ولذلك نجد أن قواعد القانونية تختلف من يعني في داخل الوطن، تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، كما أنها تختلف من بلد إلى آخر، وتختلف من جماعة إلى جماعة، وتختلف من اتحاد مجموعة دول إلى اتحاد مجموعة دول أخرى، كما أنها قواعد غير موحدة، لا عالميا ولا وطنيا ولا محليا. إذا ما هي خصائص الشريعة الإسلامية؟ كما بينا سابقا أن الشريعة الإسلامية هي شريعة عظيمة، ويعني كان أن ميزنا فيما بينها وبين الكثير من المصطلحات
المشابهة، والتي يعني آخرها أنها يعني تختلف جذريا عن القانون الوضعي من حيث شموليتها، ومن حيث كونها ربانية المصدر، ومن حيث كونها أن الغاية منها الروح والمادة وليست فقط المادة. فكل هذه يعني الفوارق إنما هي يعني من خصائص الشريعة الإسلامية. ولهذا اختصر ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى هذه الخصائص فقال: فإن الشريعة مبناها وأساسها يعني على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح وحكمة كلها. فكل مسلم خرجت فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الشريعة الإسلامية هي شريعة جاءت بمجموعة أو جاءت كلها حكم، الهدف منها مراعاة مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة، في المعاش والمعاد، يعني في الدنيا وفي الآخرة. وهي جاءت كلها عدل، بمعنى أن العدالة هي الصفة التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية. وبالإضافة إلى العدل فهناك الرحمة، يعني جاءت رحمة للعالمين، وكذلك لتراعي مصالح المصالح العباد والبلاد. كذلك هي يعني جاءت بعيدة عن الجور والظلم، فهي يعني خرجت يعني وكلها عدل ورحمة، ويعني أي يعني مسألة خرجت عن العدل وكانت يعني وكان يشوبها الظلم فهي بعيدة عن الشريعة الإسلامية. وكل مسألة يعني لم تكن ذات يعني فيها نوعا من الرحمة فهي يعني خارجة عن الشريعة، وكل مصلحة يعني أصبحت مفسدة فهي أيضا بعيدة عن الشريعة. لذلك جمع ابن حزم ذلك في قوله، وهو بذلك أحاط بكل الخصائص التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية. الشريعة إذن هي حكيمة، لأن مصدرها الله عز وجل المتصف بالحكمة المطلقة، وكونها حكيمة تقتضي أن تكون حكمة شاملة وعامة ودائمة. فالشريعة الإسلامية من صفاتها الأساسية أنها ذات حكمة، وهذه الحكمة شاملة لجميع الناس، وعامة على كامل البلاد والعباد، ودائمة صالحة لكل زمان ومكان، وجامعة ما بين الثبات والمرونة، وهي شريعة واقعية مبناها على التيسير ورفع الحرج تحقيقا لمصالح العباد في العاجل والآجل. وهي شريعة عادلة لأنها من الله المنزه عن المصالح والأغراض، وهي شريعة رحمة جاءت لرعاية مصالح الإنسان وحفظها. وكون الشريعة الإسلامية امتازت بهذه الخصائص وغيرها جعلها ترتفع إلى أرقى درجات العظمة والكمال التي لا يرقى إليها أي تشريع آخر. فجميع التشريعات إنما هي تشريعات جاءت لتحقيق مصالح ضيقة، أو جاءت لتحقيق مصالح مؤقتة ليست دائمة، وجاءت لتحقيق مصالح يعني مختلف عليها. بينما الشريعة الإسلامية هي شريعة عادلة عامة شاملة لجميع الناس، فهي ويعني واقعية وجامعة ما بين الثبات والمرونة، وعادلة في جميع أحكامها، ومنزهة عن كل المصالح والأغراض الضيقة. فهي من خصائصها الرحمة، ومن خصائصها أيضا أنها تراعي مصالح الناس وحفظها، ولذلك فهي ترقى لدرجة
لدرجات أسمى من كل التشريعات ومن كل القوانين ومن كل القواعد التي يمكن أن نقارنها بها. فلذلك يعني من بين أهم الخصائص التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية الخاصية الأولى والمتعلقة بكونها ربانية المصدر، وتعني مصدر الشريعة الإسلامية هو الله تعالى، وهي مبنية على الوحي، فهي عن طريق الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى وهو القرآن الكريم، وبالمعنى دون اللفظ وهي السنة النبوية. باللفظ والمعنى يعني يتجلى ذلك من خلال ما جاء في القرآن الكريم من آيات كريمة، وبالمعنى دون اللفظ وهي ما جاءت في السنة النبوية الشريفة. والوحي هو الوسيلة التي بها تعرف أحكام الشرائع ومنها شريعة الإسلام. ومعنى الوحي في لسان الشرع أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. وللوحي مراتب وكيفيات متنوعة، نذكر ذكر القرآن أصلها في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، سورة الشوراء الآية 51. ويترتب على ذلك أن الشريعة الإسلامية هي شريعة معصومة من كل الأخطاء. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. وقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سورة النجم الآيتان 3 و 4. بالإضافة إلى ذلك، فالشريعة الإسلامية هي شريعة كاملة، أي انبعثت عن من كمال وجلال، منزلها هو الله سبحانه وتعالى، لذا جاءت أحكامها كاملة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية 3. بالإضافة إلى الخاصية التي ذكرناها وهي أنها ربانية المصدر، فالشريعة الإسلامية عالمية أيضا، فجاءت للعالمين جميعا. لما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لقوله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، الأحزاب الآية 40، أي أن الشريعة الإسلامية كانت الشريعة الخاتمة لكل التشريعات. وهذه الخاتمية عفوا تفيد كون الشريعة الإسلامية عامة، حيث جاء الخطاب الشرعي موجها إلى سائر الناس دون اختصاص. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، سورة الأعراف الآية 158. شاملة، والشريعة الإسلامية امتازت بكونها شريعة شاملة لكل نواحي الحياة الإنسانية ومنظمة لجميع النشاط الإنساني، فهي تناولت علاقات الإنسان الثلاث: علاقته بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بمجتمعه، حيث تشمل الشريعة الإسلامية على باب العبادات وباب المعاملات. كذلك الخاتمية هذه الشريعة يعني تظهر من خلال كونها دائمة، أي أن أحكامها القطعية الدلالة لا تتغير ولا تتبدل إلى قيام الساعة، ويدل ذلك على صفة الثبات التي تتميز بها الشريعة الإسلامية. أما ما هو ظن الدلالة فيتعين فيه الاجتهاد واستنباط الأحكام المناسبة حسب الأحوال، وهذا هو الجانب المرن من الشريعة، وبذلك جمعت بين الثبات والمرونة. الخاصية الثالثة وهي الواقعية،
فالشريعة الإسلامية ليست مجرد قيم نظرية مجردة، بل هي أحكام تراعي واقع الناس وحاجتهم، وتأخذ بعين الاعتبار قدراتهم وما قد يطرأ عليهم من تغير في أحوالهم. ومن أهم مظاهر واقعية الشريعة الإسلامية أنها مبنية على اليسر، قال تعالى: ونيسرك لليسرى، سورة الأعلى الآية الثامنة، أي نوفقك لأجل يعني الشرائع، وهي الشريعة الإسلامية. واليسر مضاد للحرج ورافع له، ومعنى الحرج في اللغة الضيق. ومن الألفاظ المقترنة غالبا بلفظ الحرج لفظة المشقة، وهي لغة انكسار يلحق النفس والبدن، وتنقسم إلى قسمين: مشقة معتادة ومشقة غير معتادة. فالمشقة الأولى لا يخلو منها تكليف، لأن كل عمل يتوقف على بذل جهد، سواء أكان دينيا أو دنيويا. وأما الثانية فهي التي ذكر الشاطبي: إنه إن كان العمل دائما يعني يؤدي للدوام عليه إلى الانقطاع منه أو عن بعضه، وإلى وقوع خلل في صاحبه، في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وهذه المشقة الثانية هي التي يتعلق بها رفع الحرج، وقد جاءت الشريعة باعتبارها شريعة واقعية لرفع الحرج عن العباد من خلال ما يطرأ على الإنسان من تغير في أحواله، كالمرض والنسيان والسفر والجهل والخطر والإكراه. إذن يعني هنا يعني الشريعة الإسلامية واقعية من خلال أنها جاءت بأحكام يعني متعددة، يعني ترفع الحرج عن الناس، لكون أن الدين الإسلامي أو الشريعة الإسلامية هي شريعة ميسرة، لقوله تعالى: ونيسرك لليسرى، أي للشريعة الإسلامية باعتبارها أيسر هذه الشرائع، ولكونها أيضا جاءت من أجل رفع الحرج عن العباد، وذلك في كل الحالات التي يعني التي تطرأ على الإنسان من تغير كالمرض والنسيان والسفر وإلى غير ذلك. ويترتب على خاصية واقعية الشريعة الإسلامية أنها شريعة قليلة التكليف، وهذا في أصلها أي زمن نزولها، لأنها مرتبطة بالوسع والطاقة، فلا تكليف بما لا يطاق. فهي لم تثقل كواهل أتباعها بالنواهي والأوامر، ولم تسرف في العقوبات والزواجر، وأنها شريعة جاءت متدرجة الأحكام، فهي قائمة على سنة التدرج في أحكامها عقيدة وعبادة وسلوكا. فالشريعة الإسلامية لم تأتي بالكثير من الأوامر والنواهي والزواجر والعقوبات، بل هي قليلة التكليف ومتدرجة للأحكام، وليست جاءت من أجل أن يعني تكلف وتثقل كواهل الناس بالنواهي والأوامر والزواجر وغير ذلك من العبادات والمعتقدات وغيرها. ثم أن من خصائص الشريعة الإسلامية العدل. اتسمت الشريعة الإسلامية بالعدل في أحكامها، لكون منزلها هو الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومدبره، ومنزله ومنزه عن المصالح والأغراض. ولأجل إقامة العدل أرسل الله عز وجل رسله وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، سورة الحديد الآية 25. ويفرق الفقهاء في إقامة العدل بين الجانب القضائي الذي يبنى على الأدلة والأقوال والشواهد المدلى بها من الخصوم، وبين الجانب الدياني الذي لا يتحقق إلا بمطابقة الحكم لواقع الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع،
فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يذرها. من خصائص الشريعة الإسلامية أيضا الرحمة، ومن ما هي عليه الرسالة المحمدية أنها جاءت متسمة بالرحمة، وإنما أيضا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بمعنى أن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظ على الكليات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما مراعاة ما يقيمها وهذا من جانب الوجود، والثاني باجتناب ما يفقدها وهذا من جانب العدم. وكل كلية من هذه الكليات شرع لها مصالح لرعايتها، مصالح ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ومن خلال هذه المصالح التي جاءت الشريعة لحفظها يتضح أنها شريعة رحمة وإنسانية، لأنها جاءت لتحقق مصلحة شاملة، مصلحة تسع الدنيا والآخرة وتشمل المادة والروح، الدنيا والآخرة، وتوازن بين مطالب الفرد والجماعة، فهي مصلحة تعم الإنسانية جمعاء. إذن الشريعة الإسلامية من الخصائص الأساسية التي تمتاز بها أنها ربانية المصدر، ثم أنها واقعية، بمعنى أنها يعني لا تكلف الناس إلا و يعني لا تكلف الناس بأوامر ونواهي وتثقل كاهلهم، ثم أنها كلها عدل ورحمة للناس جميعا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحصة. يعني لا تترددوا إن كانت لديكم يعني أسئلة فيما يتعلق بفهم هذه الحصة أو بفهم تعريف الشريعة الإسلامية وخصائصها، أن تبعثوا لي عبر بريدي الإلكتروني يعني تساؤلاتكم وكذلك استفساراتكم، أو عدم تبليغي بعدم فهمكم لأي نقطة من النقاط التي تطرقنا إليها، لنعيد إن شاء الله توضيحها في الحصص المقبلة. وفي الأخير أشكركم على حسن إصغائكم، ونلتقي في الحصة القادمة الأسبوع المقبل إن شاء الله، في والذي سنتطرق فيه للمبحث الثاني من الفصل الأول المتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية، وفي هذا المبحث سنتعرف على الفقه الإسلامي وخصائصه التي سنتعرف عليها إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إن شاء الله، وشكرا جزيلا على حسن الإصغاء والمتابعة.